شيء ممكن ما قد شفته عني. اللي قدامك هذا أنا في عمر ممكن 12 أو 11 سنة، وهذه قصتي في آخر 15 سنة في حياتي. سلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير. اليوم عندنا يا جماعة الخير قصة جديدة، لكن قبل القصة لازم ناخذ لنا قهوة طويلة المدى. والله إن شاء الله إنها تكفي للقصة، ولكن قصة اليوم ترى قصة مختلفة يا جماعة الخير. القصة ما هي بنفس أي قصة، ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تصلي على الحبيب وعلى أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والشيء الثاني لا تحرمنا من زر اللايك وبرضه رايك تحت في الكومنتات والاشتراك. إذا قال الاشتراك يعني شيء مهم مرة الاشتراك. وعذرونا ما رح نحلك، كثرت عذار كثرت. يلا تبدأ بالقصة. نبدأ في قصة اليوم. قصة اليوم يا جماعة الخير صارت لي أنا شخصيا، كنت متوتر وكنت أبغى أقولها وما أقولها. والله العظيم أني على ما أقول شهيد إن قصة اليوم أني ما أزد فيها حرف أو نقصت فيها حرف ولا تمس الخيال بأي صفة. في يوم من الأيام يا جماعة الخير كنت في صف ثالث متوسط، طبعا ما راح أذكر لكم مرحلة ابتدائية والثاني متوسط ولا متوسط، لا لا لا، وقع لي تابع قصصي راح يعرف ثاني متوسط ولا متوسط ابتدائية كيف كانت شخصيتي. بختصر لكم إياها بوقت وجيز مرة. فترة الابتدائية كنت من المتفوقين، فترة المتوسطة كانت فترة متذبذبة وتخليني بعض الأحيان أبكي. هذه فترة المتوسطة، في أول يوم في المتوسطة كنت من أول حصة بكيت، قسم بالله العظيم إني بكيت من أول حصة. إيش السبب؟ بعدين أقول لكم. قصتنا جت وأنا في ثالث متوسط، أخوكم في الله يا جماعة الخير صف ثاني متوسط، طبعاً كنت سمين، سمين مو نفس أي سمنة، لا سمين سمين. في ثالث متوسط جماعة الخير كان وزني والله العظيم إني على ما أقوله شهيد إن كان وزني هو في 130 أو في 140، عارف إن الوزن مرة كبير، عارف إني كنت سمين مرة. المهم يوم من الأيام ثالث متوسط كان الكثير يتكلم علي. من أي ناحية يتكلم عليك؟ ما راح أقول هذا تنمر، لا لا، أنا كان شكلي غلط، كنت سمين ونظارات وشكلي مرة غلط وما قد فكرت أهتم في نفسي نهائيا. كنت متقبل هذا الشيء، ولكن متى تقبلته؟ ترى يوم كبر، ولكن يوم كنت صغير كان مؤثر بالنسبة لي. المهم كنت في ثالث متوسط وهذا يتكلم منه وهذا يتكلم منه، أي أنت يا الدب يا ولد وش ذا الجسم، كلام يعني شوي متعب لي. وأنا كنت يعني من الشخص يعني اللي تقول أمشي، وكنت طيب يعني بشوي لأن ما في أي رد أقوله له، يعني وش أقول؟ أقول هذه خلقة ربي، وربي يقول برضو حافظ على جسمك وحافظ على صحتك لأنك مسؤول. فأنا كنت يعني سامن بأخطاء في التغذية. أحيانا والله العظيم إني أقول أستحق الكلام هذا، وأحيانا أقول لا ما أستحق لأنهم ما لهم دخل. ولكن يوم كبرت لاحظت إن الناس هذول اللي يتكلمون والله العظيم هم اللي يعطونك دافع إنك تتغير، غير عن الكلام المجرح. في ناس تتكلم مقصدها التجريح أو مقصدها الاستهتار فيك أو إنه يضحك اللي حوله، ترى وهذه صارت لي برضه. المهم وصارت بشكل مرة كثير، يعني والله العظيم صارت بشكل مرة كثير. ولكن موضوعنا مو هنا، موضوعنا يا جماعة الخير إني في ثالث متوسط في يوم من الأيام قلت لازم أحط حد لهذا الشيء. طبعا الحد الأول يا جماعة الخير كانت تخيلوا إنها مشكلة، تخيلوا إني سببت مشكلة بس عشان أقول ميد الطلاب وأبين للطلاب بدون ما أتكلم ترى اللي بيقول هذه الكلمة والله العظيم إنه راح يصير له مثل ما صار في الطالب هذا. في طالب ثالث متوسط جاء نظرني المهم وقال كلمة، يوم قال كلمة وقلت له تعال نادي، يوم ناديته سويت شيء انا حرفيا ماني معكم ذا الشيء، ولكن سويت شيء خليته يصيح. صاح الطالب وراح ونادى المدير وكبرت المشكله. قلت ميد المدير انه يقول لي الشيء هذا بشكل متكرر، وانا حرفيا طفشت لا حد يتكلم علي يا اخي. والمدير وقف معاي في ذيك اللحظه وقال لي تتكلم على زميلك قدام الطلاب. كان يقول للمدير يعني تبي تضحك الطلاب هذول اللي حولك، تبي تبين لهم انك انت كوميدي. حتى اتذكرها بالحرف الواحد، قال له يا اخي يعني تبغى تسوي قدام الطلاب انك عادل امام ولا طارق العلي، ايش فيك؟ المهم قفل المدير على هذا الموضوع بدون ما يجيب ولي امر وبدون اي شيء. انا بيني وبينكم جاني خوف في ذيك اللحظه، جاني خوف قلت ياه، قال لي بس كلمه ورحت امد يدي عليه، ايه توترت قلت بتكبر المشكله، ولكن الحمد لله ان المدير وقفها. المهم يا الربع وكلمه منه تنقال وكلمه من هذه تنقال، ولكن اصعب الكلمات واللي تعبك حرفيا الكلمات اللي تجي من الناس اللي يقربون او الناس القريبين لك اخوياك المقربين. المهم ذاك اليوم يا جماعه الخير رجعت البيت زعلان، زعلان بشكل ما تتوقعونه نهائيا، زعلان 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 من نفسي وزعلان من الناس اللي يتكلمون وزعلان من حالتي وزعلان من سمنتي. شكلي غلط خلاص، قلت لازم احط يعني نقطة توقف لهذا الشيء لمتى. في نفس اليوم هذا قررت اني انحف، اي والله العظيم قررت اني انحف. قلت اول خطة لازم اسجل في نادي، من السبونسر او الداعم لي امي، امي الله يا رب يطول بعمرها ويعافيها ويحفظ لكم والدينكم، اذا كانوا ميتين الله يغفر لهم يرحمهم. امي كانت السبونسر حرفيا، قلت ما انا لازم اسجل. قالت وش اسامة وش تبغى؟ طبعا انا كنت من النوع الساكت عشان تعرفون، كنت من النوع الساكت ما اتكلم واجد، صياح ما اصيح كثير. قالت لي
مش تبغى بس ثم انا لازم اسجل في نادي تعبت يما تعبت وانا طبعا دائما اروح اشكي لامي امي معاملها ايوه حرفيا كلهم امي تعرفها ثم لازم اسجل في نادي ما عاد اقدر الطلاب يتكلمون عاملي وهذا يتكلم علي في واحد يقرب لي يتكلم علي يدب يدب يضحك بنات عمي عيال عمي علي ما عاد يما ما عاد ابغى خلاص ما عاد ابغى اقعد مع الناس ولا قالت لامي لا خلاص اجل سجلك في نادي شوف عشان اعلمكم قد ايش اني اتذكر الموضوع بالحرف الواحد قلت يما يا اخي انا ما ابغى اخذ من راتب وبعدين ما ادري ايش بروح اخذ من ابوي قالت لا ابوك عندك خذ خلاص انا بسجلك ابوك عنده اشياء خلني انا بسجلك قلت خلاص تمام رحت للنادي كان النادي بادي ماستر رحت للنادي ابغى اسجل دخلت ذاك اليوم عمري في ال 15 كان لي الموظف حق بادي ماستر لا بادي ماستر لازم فوق 18 وكان لي هناك واحد سوداني طيب لابعد درجه خلي جماعه خير اني جايه في ثالث متوسط هو شوفوا بقول لكم حتى لو اقول له حرف واحد لو اتصلت عليه الان وقلت له السلام عليكم هو كان يسميني بشيء تمام ولا ابغى اقوله لانه مدحه شوي المدحه ذي توترني وكذا خير قاعد امدح نفسي يعني عيب المهم السوداني هذاك كان يناديني بالرجل الطيب يقول لي اهلا بالرجل الطيب اروح وارجع اهلا بالرجل الطيب اهلا وسهلا لاني كنت اجيب له الناس يسجلون عنده وكنت فايده وما كنت ادري انا كنت ابغى كل الناس تسجل المهم قال لي خلاص انا بسجلك ولكن لا تقول ان عمرك 15 خل عمرك 18 قلت له تم قلت له وش الاشتراكات المهم في اشتراك غالي طلع سعره 900,000 ما اقدر قلت له يا اخي ما في شيء رخيص قال اسمع في اشتراك اسمه وضوح النهار وضوح النهار هذا تخيلوا انك تدخل الساعه 8 الساعه 2 الظهر خلاص اخر مهله انك تدخل يعني لو تدخل قبل 2 الظهر بدقيقه وتطلع المغرب عادي بس اهم شيء الدخول قال لي وانا بتساهل معاك واحصل كذا وانا قاعد اسولف معاه يا جماعه خير فيه جهاز حق نقاط موبايلي تذكرونها قلت له عندك نقاط بيع هذه حقت النقاط حقت موبايلي قال لي عندك نقاطي قلت له ايه عندي وارجع البيت مستانس اني ماني مخلي امي تدفع قلت له عندك نقاطي قالت ايه عندي قلت وادور كم عنده اتوقع عنده 20,000 نقطه كذا قلت ايوه يما هذه تكفي راح سجلني بدي ماستر ممكن زوده 200 300 قالت لي روح واسجل يحط الجوال فوق نقاطي والجوال يكلم البرنامج تذكرون حق النقاطي الاجهزه القدامى يعرفونها المهم واسجل بادي ماستر انا ولد عمي ونتمرن كل يوم انا انحف وهو ينحف انا انحف وهو ينحف جت فتره كذا وقف وزني ما عاد نحفت وصلت كذا 123 وقف وزني رجعت اسمن كذا على 128 127 المهم هذا موضوع ترى استمر 10 شهور او 11 شهر يعني تخيل نحف 10 كيلو ما ادري 12 كيلو في 11 شهر او في 10 شهور كنت دايخ ما اعرف وش التغذيه ما ادري وش اكل احيانا احرم نفسي احيانا اكل على ذا الحاله ولكن في ذاك اليوم في احد قال لي انا كنت العب كوره طبعا ولكن مو ذاك اللعب المهم كنت اطلع من النادي يا جماعه الخير اطلع من المدرسه ادخل النادي الساعه 2 تمام قبل 2 واطلع على 4 العصر 4 العصر اروح اقسم مع حقي الحاره كوره يا سلام العب انا وحقي الحاره كوره كذا بعض الاحيان وفي كان في واحد اسمه عبد الرحمن دغريري اسمه بتان الان هذا فنان او خطاط فنون تشكيليه الولد مبدع لابعد درجه وهذا من يعني حرفيا من اخوياي القدامى المهم وله فضل علي والله كبير المهم اشوف الرجال هذا يجي كذا بلبس احمر ومعاه 3-4 من العيال واسالهم اقول هذه وشي قالوا هذه اكاديميه واكاديميه ذي حقت كوره كان مدربي في ذاك اليوم المدرب اسمه سالم الضبعان مدرب لا يعلى عليه حرفيا لا يعلى عليه المدرب هذا دخلت عند المدرب كذا والمدرب يعني حبيب وطيب وكان معاه برضو مدرب ثاني اسمه كابتن فايز المطيري كلام هذا كان في 2015 والله ما ادري 2015 يمكن 2015 وكل واحد والله العظيم اطيب من الثاني ما في مستوى انا داخل الاكاديميه بلعب بس ما في مستوى نهائيا ليه اقول لكم ما في مستوى اللعب في الاسفلت مو نفس اللعب في الملعب كان الوضع صعب كنت تخيل لابس نظارات والله كنت لابس نظارات والعب المهم العب واتمرن مع المدرب ويعني شغلي تمام يعني وقعدت شهر معه او شهرين وما غبت ولا يوم كنت اتمرن ونحفت حرفيا مع الكوره وصل وزني في 110-115 ولكن نحفت مع الكوره وعجبني الموضوع قلت لازم استمر واستمريت حرفيا مرت يا جماعه الخير السنه الاولى مرت السنه الثانيه صرنا في 2016 ومدرب هذا يعني يسوي مباريات يعني مره ضد الهلال مره ضد النصر مره ضد الشباب ولكن مدرب ما دخلني مع الفريق يعني الاساسي الخطه الاساسيه ما دخلني نهائيا كنت انا اقول يا ولد انا ابغى ادخل ولازم ادخل وكيف ادخل كنت اسال بتان اقول كيف ادخل يقول لي والله شوف المدرب هذا ترى عنده النقطه الفلانيه هذه وعنده الشيء الفلاني هذه قلت اسمع لا تقول لي شيء انا بروح للمدرب هذا بنفسي وبساله قلت لازم اساله مستحيل اخليه يعني باحلبه باستفيد منه ورحت للمدرب وقال مرحبا ومساله حياك الله اجلس عادي حياك الله كيف حالك طيب انت مواليد كم طبعا حق الكره هم اللي يعرفون انت مواليد كم يعني يبغى يشوف انت ناشئين شباب اولمبي اول كان موجود او فريق اول
الايام لا توني شباب، اول سنه شباب، اول سنه شباب او ممكن اول سنه شباب. قال لي حياك الله يا مرحبا ومسهلا. قلت له يا اخي انا ودي اكون معكم فريق تشكيلي، وش اسوي وش تشوف؟ قال والله شوف، قال انت يعني شوف مستواك كويس، باصاتك ممتازه، ولكن عندك الوزن شوي زايد، واذا خف وزنك ممكن تزود سرعتك، عندك التسارع شوي يبغاله تعديل، يعني المفهوم كلام، وعندك برضو الزقزاق اللي يعرف تمارين الزقزاق، وعندك 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 وعندك، يعني بين لي اخطائي. قال بس اتمنى ما تزعل، اذا انت تبغى تصير لاعب لازم تتخلص من الاشياء ذي. وبرضو في شيء مهم، النظارات حبيبي، كيف تلعب بالملعب بنظارات؟ ما يمديك كل شوي طايح تشيل النظاره وتلعب، ما ينفع. كانوا في اخوياي ذيك الايام كانوا يعززون لي. 2017 عرفت على اخويا حرفيا من ذهب. الممكن نتمرن عند المدرب ذا. قلت له بس يعني تبغى هذه؟ خلاص ابشر. قال يعني ابدا طور في نفسك وباذن الله. قال لي وبرضو اذا تبي تمارين في تمارين تبغى امسكك يعني اشوفك انت يعني صامل. كان في برضو هناك مدربين برضو تعرفت عليهم اللي هو ابو رديف. من بعد والله في ناس كثير تعرفت عليهم هناك والله العظيم، ان شاء الله اني ما نسيت احد. قلت له يعني لازم استمر في الاشياء ذي يا مدرب مدري ايش. قال شوف في جدول بعطيك اياه، ولكن الجدول يعتمد على جهدك، انت تتمرن كثير ولا بتتمرن شوي، لازم تمشي معاي، يعني تمشي معاي بالخط الواحد، تمشي معاي بكل حرف اقولها لك. شوف مدرب ذاك حبيب وشديد، شديد وقت التمرين، شديد بعد التمرين. هلا والله وسي كيف حالك طيب. المهم اعلمكم ليه قلت المدربين اللي هناك مدربين درجه اولى. المهم كنا نتمرن وكان يمرني كل يوم، يعني قاعد يعطيني تمرين جديد، اعطاني زقزاق، اعطاني سرعات، تمارين تراب. قال اسمع راح اسوي لك تخيل تمرين انفرادي. قال ما ادري كم مدته ولكن ابغاك تتمرن تمرين انفرادي بعيدا عن ذا، انت ناقصك اشياء وهم ناقصهم اشياء. قال انت الباص كويس، كنترول كويس، تحركاتك كويسه، كل شيء عندك تعدل. طبعا بعد مرور يمكن سنه ونص قال الان جاء وقت التمرين الانفرادي. وقت التمرين الانفرادي ذا يا جماعه خير تعرفت على واحد اسمه علي بهارون. هذا علي الان مثل اخوي، اتواصل معاه لحد الان. الحين هو علي ما شاء الله في بولندا، الله يوفقه يا رب ويحفظه. هولندا علي ولا صح في المقطع تحت اتوقع انك في بولندا، انا اتذكر. لا علي الان يا جماعه خير في هولندا. المهم يا الربع، اللاعب هذاك لاعب مره ممتاز وسريع. يوم ذكرت لاعب ممتاز ذكرت واحد برضو اسمه يزيد الحربي، ان شاء الله انه ما يزعل علي. المهم وصرت اتمرن انا اياه الصبح، اتمرن انا اياه تخيل الصبح. يلا علي مشينا نتمرن، يلا ونجيب تمرين السلالم، توافقات وتمارين زقزاق وجنب واحساس بالكوره. اتمرنت 6 شهور او 7 شهور انفرادي، خلينا نتمرن الصبح واجي العصر واتمرن مره ثانيه. تحول جسمي من شخص حرفيا تطلع لكم ممكن صور، جسمي طلع بروفيشنال لأبعد درجة، لعبي تغير 130 ألف مليون درجة. عشان كذا قلت لكم مدرب ذاك استثنائي، والمدربين اللي هناك برضو كويسين مرة، طول مع عرض مع تحركات مع باصات، بس لاعب هذا مرة قوي، كان شغلنا مرة أوفر. يعني في مدربين هناك كبار كانوا يجون، منهم الخراشي أتوقع، في لعيبة والله كانوا يجون كثار ومدربين كبار. المهم كل مدرب يجي أخذ منه تمرين، أخذ منه معلومة، يعني كنت أبغى أتطور. مدربنا ذا يا جماعة الخير جاب لي شخص، والشخص هذا عنده برضو أكاديمية برا المملكة، كانت الأكاديمية هذه في بولندا. كانوا يقعدون كذا على المدرج إلا شوي، ترى موضوع أكاديمية. قال أنا أبغى اللاعب الفلاني هذاك اللي اسمه رقم 23 أبغاه. قال لي هذا اسمه أسامة كذا كذا، ملتزم مرة، لاعب مرة، قال لي يعني في جذبة بعض الأشياء. قال أبغاه يكون معنا هناك. قلت وشو؟ وإني أنا جيت إلا. قال قام يقول لي نقاط ممتازة لي، أنت كذا، أنت تتحرك، أنت مدري إيش، أنت 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 أنت. حسيت إني لاعب، حسيت إني استثنائي صدق. ذيك الأيام كان يوصل يمكن تمريني في اليوم إلى 4-5 ساعات في اليوم، متخيلين؟ طيب ركزوا معي. قال أبغى اللاعب هذا وأبغاك تروح معنا هناك في بولندا، وأبغاك تلعب معنا، وأبغاك يعني خلاص صمل الرجال. قلت له تم 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 تم. قبل ما أروح أسأل أبوي رحت سألت أبوي وقال خلاص ما في مشكلة تبي تروح، طبعا بعد إصرار حرفيا، خلاص تبي تروح رح، سبحانك يا رب سبحانك يا رب. في اللحظة ذيك يعني بعد 4-5 أيام وتجيني إصابة في الركبة. شوفوا كيف حظي تعبان، وجتني إصابة يا جماعة خير في ركبتي اليسار. اسم الإصابة كذا هي جزع في الرباط الصليبي، مو قطع، جزع نص قطع مع غضاريف بسيطة. المهم تكهربت رجلي، كل ما أضغط عليها أحس بكهرب، كل ما ذا أحس إني ما أقدر أضغط عليها. قالوا لي لازم تريح وما أدري إيش، وأروح للدكتور للدكتور، وسويت يمكن حوالي 4 مرات رنين لين رحت لأحمد الزهراني اللي موجود في الحبيب، أتوقع كان، أتوقع إنه كان في الحبيب، هذا معروف في الأربطة. وأروح عنده، مرحبا يا دكتور كيف حالك، أنا عندي كذا كذا، ولا شاف الرنين حقتي. قال عطني كل الثلاثة اللي سويتها خلال 6 شهور وأعطيه يشوفها. قال اسمع عندك كذا، عندك رباط عصب ماسك رباط، موضوع يعني فيه أوفر موضوع، ولكن إن شاء الله له علاج وما أدري إيش. بإذن الله. وتوترت أنا شوي اللحظة هذه يا جماعة الخير،
قال انك ترى ممكن تاخذ 3-4 شهور، ولكن ترى فيك اجهاد حاد، مو اجهاد بسيط، اجهاد حاد، يعني وصلت اخر مراحل الاجهاد، يعني لو استمرت شوي قطع بدون ما حد يلمس كذا وانت واقف ينقطع رباطك عادي. والله عادي والله، يقول عادي وانت تمشي كذا يطق رباطك بسبب الاجهاد العالي. يقول انت ما تريح ولا عندك استشفاء ولا عندك اي شيء. يا دكتور كيف؟ قال انت ما تريح نهائيا، ترى صادق ما كنت اريح، كنت بس ابغى اتطور وبس. وقفت لعب كوره مده 3 شهور، لازم اريح ما اسوي ولا شيء. ثلاث شهور هذه قلت انا خلني الله يسلمكم اسوي عمليه في بطني، العمليه هذه بقعد شهرين 3 شهور ما اتحرك من السرير، ما اقدر اتحرك نهائيا. واللي ما يعرف وش قصه العمليه برضه، في اتوقع اني منزلها قبل سنتين، قلت يلا اسوي العمليه ومدري ايش، ورحت سالت مدرب اول شيء، قلت هذا اهم شيء عرضه لا يروح، وابغى اروح هناك برا العب وانا وانا وانا، فهمتوا؟ المهم سويت العمليه وانتظرت شهرين، خفت الشهرين، ولكن كنت متحمس برضه اني اروح هناك. في لحظه الشهرين هذه يا جماعه الخير انا صرت العب سوني، كنت العب لعبه كود 12 اللي هي بلاك اوبس 3، وكنت العبها من اول ما اصحى لين انام، يعني ما في الا حرك اليوم، وحبيت اللعبه. انا اخر مره لعبت كود 4 وكود 7 بعدها وقفت، حبيت اللعبه ادمنتها. خليني شهرين من اول ما اصحى لين انام كله سيرش، كله العب 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 ما اوقف، من سدع السرير ما في شيء اسويه بس العب كذا اسوي كذا والعب. المهم خلصت الشهرين ذي، رحت المدرب قلت خلاص الحين ببدا ارجع وكذا، لازم تاهيل ومدري ايش. قلت الان، قال لي مدربي خلاص ابدا تاهيل حق الركبه. ورحت عند عياده موجوده في الرياض تبع نادي الشباب اسمها فيزيوتيريو اتوقع، وسويت عندهم علاج طبيعي، مو عند ثامر، كان في جنب ثامر واحد روماني، ثامر هذا اتوقع اني اشوفه معروف مره، اللي يعالج عند ابو ربيع وذولي. انا كنت اجيهم في عام 2017 وكنت اهل عند واحد روماني، انا اتذكر انه روماني كذا اصلع ومحلق كل شيء وسمين شوي، كان كويس. كنت اتمرن لين رجعني على الملعب. يوم رجعت الملعب ممكن مرت 6 أو 7 شهور صرت اقدر العب. رحت اكلم مدربنا قلت ها وش صار على الرجال وما ادري ايش، قال والله تاخرته كثير والان ما عاد نقدر خلاص. ويضيق صدري يا الربع، ضاق صدري ضاق 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 ضاق. قلت يلا ما عليه خير ان شاء الله ما ادري ايش، حصل خير. والله بيك بالبدايه ما قلت خيره، والله ما قلت خيره، ولكن يا اخي الواحد يعني تجي اشياء يتعب ما ينسى يعني انه يقول خيره ولكن انهدمت شوي، تعبت شوي، يعني قلت اخ تعب 5 سنوات ودي يطلع بنتيجه. واقعد اتمرن واستمر ابو اسبوع ونفسيتي كذا قافله، سبحان الله دام نفسيتي قافله تجيني اصابه ثانيه، والاصابه هذه خلاص ما عاد اقدر العب كوره في نفس المنطقه في نفس المكان. قلت ستوب كوره، ستوب، ما عاد جسمي خلاص ما عاد يقدر. حتى رحت للدكتور حق جامعه وداني له واحد من الشباب اللي هو برديف، رحنا نياه لين دكتور الجامعه اللي يدرس الطلاب، اجنبي يدرس الطلاب الطب، ناظر كذا فحص قال ايه اجهاد مو عالي، انت فوق مراحل الاجهاد، عضلاتك ما عاد تعطي، اوكي جسمك عضلاتك ضخمه كبيره قويه، خلاص انت لازم ريكفري وعلاج وتاهيل، خلاص وقف. قال لي وقف، ريح. وصرت اريح، ولكن كان اصراري عالي، ولكن متحطم انها ما انكتبت الفرصه دي، وزعلت بيني وبينكم زعلت. وقفت كوره في عام 2017 شهر 8، طبعا وقفت كوره مو بارادتي، خلاص مكانك مو بالكوره. وصل وزني ذيك الايام الى 79-75 على طول، 1.82 والجسم مره فت، مره الجسم نظيف ما في ولا نقطه دهون. والله العظيم اني اتذكر اني اضحك العب كوره، صح اضحك، اقسم بالله أنا هذه هنا تطلع صفطات، شفت الصفطات تطلع كذا يتصفط وجهي من النشافه، حتى امي تقول لي انت منهلك بتموت يا عربيا. رجعت العب سوني الا واحد من الشباب يقول لي سامه يا اخي انت تتكلم وتلعب يعني ما شاء الله مستواك ما يتاثر، انا اذا جيت العب يعني لازم اسكت، وانت ما شاء الله تتكلم وتلعب في نفس الوقت. هل تدري ان هذه موهبه؟ قلت شلون موهبه؟ يعني لعبك كويس وتتكلم؟ ايه هذه موهبه. صادق انت؟ والله العظيم ذي موهبه. قلت له ابشر، كيف موهبه؟ قال والله موهبه. صادق؟ قال والله العظيم لا تحسبني استهبل معك. قال وش رايك تفتح قناه في اليوتيوب وتصير تنزل بما انك قاعد تلعب كود ولعبك كويس، صور ونزل. قلت يا اخي انا معي سوني، قال لي بعلمك الطريقه وعلمني كيف اسوي ريكورد من سوني. انت ركزوا، من بداياتي كانت على سوني، واللابتوب ماخذ لابتوب امي سامسونج اسود كذا، منتج دقيقتين يحتر يطفى يفصل اصلا يكرش، شاشات زرقاء يفصل، واصير العب واصور. يعني تخيلوا اني كنت اقعد على تسجيل المقطع 6 ساعات بس عشان اقول مقدمه السلام، ما اعرف ان في شيء اسمه كات، ما اعرف في شيء اقول كذا السلام عليكم بعدين اوقف واتكلم، كنت ضايع. بدايات جاهل، وبعدين ما كان في يوتيوبر ذاك الوقت 2017 في نهايته، ما في ذاك اليوتيوبر اللي اجي اقول له وش تسوي انت، كان يوتيوبر بسيطين مو نفس الان. وافتح قناه واصير انزل وشي، نزلت كود نزلت كود نزلت كود نزلت كود. بعدين 2018 طلعت فورتنايت،
بعد فورتنايت والناس حولوا فورتنايت واحول فورتنايت بدايه السيزون الثاني واصير اول مقطع نزلته فورتنايت كان نهايه السيزون اللي هو كانت اخبار السيزون الثالث. اذا تبون اوريكم مقاطع القديمه انا حاطها في قناتي القديمه، اذا تبون حاطها غير مدرج بوريكم اياها، لكن هذه حلقه استثنائيه ثانيه لاني ما اقدر اسوي اي ما اقدر. المهم واصير انزل ذيك الايام كان فيه من فيه يعني مشهور، كان فيه سوبفكس هذا ابو فايز من انظف واطهر القلوب اللي راح تقابلها بحياتك، رجل والرجال قليل. كنت اتابع، كنت مجرد متابع. في واحد من اخوياي برضه اول واحد تعرفت عليه في الحياه الالكترونيه، واحد اسمه بيت ستريمر في تويتش، وبحيان يبث في تويتش وبرضه عنده قناه في اليوتيوب. بيت ذاك الايام كان في امريكا. المهم وتعرفت على بيت زياده ودخل معنا ذاك اليوم سوبفكس. اقول ذا الصوت يا ولد اعرفه زين، هذا ابو فايز طبعا من النوع المستحي. هلا والله مستحي يا جماعه خير. اوكي كان ذاك اليوم اتوقع عنده 8000 10000 حدودها. المهم دعس الرجال وصل 100000 و200000 سوبفكس. جاء في معرض في الرياض، المعرض هذا كان في الصاله الخضراء او الصاله الخضراء هي لا مو في الصاله الخضراء لا المعرض هذا كان في معرض الكتاب اتوقع 2018 معرض الكتاب. انا كان عندي 8000 او 9000 او ممكن 10000 والله ما ادري كم، وسوبفكس عنده 100000. وادخل يا جماعه الخير كذا، الا انا اعرفه ولكن قلت يمكن ما يعرفني، نظرني كذا قالوا سامة هلا والله ويجي. والله العظيم يا جماعه الخير عندي صوره معاه الان وانا مستحي مسوي كيف وجهي مستحي حط كذا على وجهي مصور فهمتوا مستحي قولي مصورني منزلني انستغرام وراسل البيت قال قابلت خويك وما ادري ايش كيف حالك طيب عسل كذا. الا في برضو 2-3 جو يصورون معي هلا والله في وار كيف حالك مرحبا مثلا، وانا كنت جعد خير فاهي ركز معي فاهي واقعد اصور معهم واخذ مع كل واحد صوره، هو يصور بجواله وانا اصوره بجوالي. اول مره قابل جمهور ذاك المعرض صوروا معي 10 يمكن 10 وعندك 10000 وفي حلو. المهم رجعت البيت وفي ذاك المعرض برضو تعرفت على 2، واحد اسمه خالد واحد اسمه تريكسي. جيت اليوم الثاني قعدت معهم وكذا فهمت حبيت طيبين ناس طيبه قلبها ابيض. وارجع يا جماعه خير البيت متحمس ابغى اشتغل لكن ما في بي سي، ابغى لي بي سي. سمعتهم يتكلمون على البي سي. من ذاك اليوم اللي كان يلعب بي سي ذيك الايام كان فيه اللي هو خشب هذا كان يا ساتر لاعب يا ولد تقعد ناظر شغل بس تعب حرفيا. ذيك الايام خشب مختلف. قلت انا لازم اشتري لي بي سي، هذا في 2018 في نص سنه 2018. وروح يا جماعه الخير قلت والله لازم اشتري لي بي سي، واشتري بي سي. ويمكن كنت منزل في يوتيوب 80 90 مقطع ما ضربت 90 مقطع، انا معلق على 10000 ما ضربت نهائيا ما ضرب. مستمر انزل ما وقفت يا جماعه الخير. بعدين جتني كذا فتره بسيطه دزيت بعدين وقفت ودزيت 4000 مشترك في شهر 5000 مشترك. استمريت سنه ونص ركز معي سنه ونص في 2018 شهر 12 او ممكن 2019 شهر 2 ممكن، وتجيني يا جماعه الخير ضربه. ولكن قلت البدايه خلني اتعلم مونتاج. كان اللي قايل لي اتعلم مونتاج واحد اسمه ابو جابر، قال سامي اتعلم مونتاج ادوب بريمير وتعلم تصميم، وابدا اتعلم ذيك الايام وفرقت معي بشكل كبير. صرت اتعلم يا رجل، اقعد امنتج في اليوم 14-15 ساعه منتج. في يوم من الايام في فكره نزلتها كانت شوي مختلفه 2019 جاء اجنبي يتكلم علي كذا في مقطع وبرضه جلدني فورتنايت، ورحت جبت واحد من برا واللي من برا هذا فزعلي وجلده وخدت المقطع ونزلته في اليوتيوب. اول ما نزله يضرب المقطع ضربه كبيره، كان عنوانه اللي تابعوني قديما عربي ضد اجنبي، عنوانه كذا 2018 شهر 12 ممكن المقطع، يعني مر عليه 5 سنوات من الان. ويضرب المقطع ضربه كبيره، خذ شاسع كبير وتزيد المشتركين يزيد. كنت 80000 وصلت 100000 يا رجل يمكن في 5 ايام، زدت مشتركين بشكل كبير. وانزل المقطع الثاني واحاول اتعلم وانزل. والله يا جماعه الخير اني في شهرين في ذيك الفتره وصلت 290 رقم قوي صح؟ يا سلام يا الله يا ذيك الفتره قوي. ترند اول مره ادخل ترند بحياتي. ترند يا عيال، واروح عند مودي دخلت ترند. كفو والله يا ابو صالح، والكل يعزز لي كفو. ايه اقول لكم دخلت ترند، انت ركز اللي داخل ترند يعني بدري شلون شغلي كان كويس، وصرت اجيب افكار جديده اجيب. زادت الافكار الجديده وتطورت في المونتاج، وصلت 300000 مشترك. احتفاليتي بال 300000 كذا خلاص بدخل دخلت 300000 يوتيوب. الله يا يوتيوب من افضل البرامج اللي قد شفتها. ارسل لي اشعار كذا اصفر، وش الاشعار الاصفر؟ ما ابغى اقول اسمه. تم ايقاف القناه لمده ما ادري ايش بسبب اختراق المنتدى مدري ايش. ايش السالفه؟ قال تحقيق الربح ما عاد فيه. انا ما اتحقق ربح. شلون ما تحقق ربح نهائيا؟ ستوب ذيك صد. انا في ترند، داخل ترند اقسم بالله العظيم 35 مقطع وربع ترند خيرين. يعني لو اني مستمر على القناه القديمه ولا صار لها شيء الحين انا ترى في 3-4 مليون هذا الماكسيموم خلاص الان، ما تدري يمكن اكثر. ليه؟ لان كل ما زادت ارقامك كل ما زادت دعستك. يعني عندك مليون عادي تجيب 100000، عندك 50000 عادي تجيب 10000 زياده، عندك 100000 عادي تجيب 20000. بذل
الخطة وتتكفل القناة. يذق صدري، ضاق صدري يا جماعة الخير بشكل ما تتوقعونه. قلت يا الله هناك من وين، كل ما أضربها عوجة كل ما أضربها عوجة. شو أسوي؟ وش تسوي يا أسامة؟ كورة ما ربي كتب. يوتيوب دعست بعدين كذا يعني، بس يلا ستوب ما عاد في. للمرة قلت خيرة وكتمت في نفسي ورجعت بيتنا. ما عاد أقدر أقعد، ما عاد أقدر أقعد نهائيا. قلت أسامة وش تسوي؟ كان معي مبلغ ذيك الأيام ممكن حوالي 40,000-50,000 ريال، ولكن يا جماعة الخير ما أدري شو أسوي، ما عاد أبغى فلوسي ولا عاد أبغى شيء. قمت جبت دفتر، أنا معكم صريح، قمت جبت دفتر، والدفتر هذا أول نقطة تغير يعني انقلتني من نقطة إلى نقطة أخرى اللي هي مرحلة تدوين. قمت جبت دفتر وكتبت اسمي في الدفتر فوق في وار، بعدين حطيت شرطة 0 مشترك. والله العظيم ترى شو أسوي الحين؟ وش أسوي؟ كمبيوتر عندي شريته لأمي بعد، وش أسوي؟ لا ما أقدر، أنا أوقف ما أقدر، أنا أوقف ما أقدر. صحت إيه ما أخفيكم، والله إني بكيت كبير، بكيت يا أخي. غبنا لما تخسر شيء أنت تعبت عليه. كان ذاك اليوم اليوتيوبر كلهم 80-70% من اليوتيوبر، مو كلهم معليش 80-70، أنت راح تدعس، انت قوي، ايه دعست يا الله. كلهم كانوا يتواصلون معي، 50-60% منهم يتواصل معي، والله العظيم ما يجيكم الا الجد. يوم وليله ما حد تواصل معي، يوم وليله ما حد كلمني الا 5-4 مقربين لي. معلي اسامة جو هيد تكبر، صدقني دام عندك الطريق القديم راح تكبر، دامك اشتغلت بنفسك راح تكبر. دامك 2019 فتحت القناه هذه، 19 شاب نص الشهر. هي مفتوحه من زمان ولكن بديت فيها، ولا هي ترى مفتوحه من زمان، 2019 نشرتها وجو فيها 1000 أو 2000 وسحبت عليها. قلت سامة لازم توقف على رجولك وتبدأ، 0 مشترك والدفتر مكتوب في وار، وش تسوي؟ أول شيء أبدأ معي 40,000. قلت الغرفة هذه لازم أغيرها، مستحيل أقعد في الغرفة، ولازم أشتري أقوى المعدات. ركزوا معي، لا تشتري، أنا إذا أنت بعد يوتيوب لا تشتري، ولكن أنا يا جماعة خير عندي بداية قديمة فأعرف الخطأ. لازم تشتري معدات. دفعت على غرفتي هذه اللي تشوفونها 40,000 أو 50,000 ريال، باركي على عواز وصوت، على كاميرا، على إضاءات، على بي سي، على معدات، على كل شيء. أنا متذكر أني دافع يمكن ما يقارب 48,000 ريال كذا، غير الاشياء اللي اندفعت. قلت انا راح استثمر نفسي، ما راح اوقف، واليوتيوب حطيتها في راسي، قلت يا اكون يا لا اكون. والله يا جماعه الخير وابدا اشتغل واكتب حوالي 10 افكار. انا شوفوا انا ترى احيانا اقعد اكتب افكار، واذا كتبت الفكره اكتبها مع ثمنيلها مع عنوانها مع فكرتها مع الدقائق ومع كل دقيقه ايش راح يصير. كنت اكتب الاشياء هذه كلها، ودائما هدفي ان المقطع يكون له ثمنيل، وابدا اشتغل وابدا وانزل. كان معي يعني كذا شخص ذيك الايام اللي يعطيني معلومه منه، اللي يجيب لي معلومه منه، وابدا استرجع. خلال 4 أو 5 شهور وصلت 50,000. لا 5 شهور وصلت 100,000. أو أنت في وار قناة جديدة، يلا نشترك. أنت في وار قناة جديدة ونشترك. إنكم عارفين ذاك الأيام كنت يعني الناس ممكن تعرفني بشكل كبير، ويبدون يشتركون الناس، ووصل 100,000 6 شهور، نقول 6 شهور، وتدقر 100,000 وتغير اليوتيوب، تغير. ما هو اليوتيوب القديم، فترة كورونا ما استغليتها. ذيك الفترة جتني اكتئاب، وصلت 100,000 جتني اكتئاب. والله العظيم فترة كورونا ما استغليتها. إيه أنا من الناس اللي ما استغل فترة كورونا، ولا دعس في فترة كورونا، ولا استفاد من فترة كورونا. 2019-2020 وموقف، بيني وبينكم اكتئاب، اكتئاب الارض، اكتئاب اي بندافع، اكتئاب خاص. ما عاد ابي. لا تقول لي سجل، لا تقول لي يوتيوب، لا تقول لي يوتيوب. بص درجه رحت توظفت، خلاص بلا يوتيوب، بالهم ترك يوتيوب، وانا داخل وظيفه في كذا واحد، لا والله في وار. لا تقول في وار، لا تقول لي في وار بنفسي، طبعا ما ابغى اسمعها، ما ابغى اسمع في وار يوتيوبر ذا، ما ابي. المهم استمريت ما ابغى. كذا بعد سنه ونص الا كلمني واحد من اليوتيوبر، اعلمكم ايش قال. هو يوتيوبر كبير ومليوني، ولا قد سجلت معاه مقاطع، اريحكم. قال لي السلام عليكم اسامه، كيف حالك؟ طيب. وعليكم السلام، مرحبا ومسهلا، كيف حالك اسامه؟ طيب، امورك زينه؟ ويعطيني من ذاك الكلام، ما وقف اسامه. قال لي كلمه ما انساها، قال وين هدفك؟ وين طموحك؟ وش هدفك بالله؟ قال لي كذا، وش تهدف له؟ وش تطمح له؟ طبعا في عندي شيء هدف انا مستحيل اقول لحد. اشتغل واحد جواي مدري منه، واحد جواي كذا سطرني كفوف، يلا توعدني ومدري ايش، وابدا ارجع اشتغل، حط سماعه في اذني وقاعد اكلمه، وابدا ارجع اشتغل وانزل مقطع ورا مقطع ورا مقطع ورا مقطع ورا مقطع. وادعس يا جماعه الخير، وجت فترات صعيبه، جت اشياء تكسر، وجت استغلاليه، جت استغلاليه من بعض الناس، وجت اشياء كثيره، ولكن الله يحللهم ويبيحهم. ولا هم يجي فكركم اسمر، ما هو كلان اسمر نهائيا، ذوليك ناس مختلفين وناس الله يحميهم يا رب ويستر عليهم ويوفقهم ورجال، ولكن استغليت من بعض الناس، ومو استغلال ترى، خطر التحفي يعلمك. بس وابدا انزل وابدا انزل وابدا انزل وابدا انزل وابدا انزل وادعس 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 يا جماعه الخير، لين وصلت الى 500,000. ذكرت كل شيء صار لي قبل، طبعا قعدت يمكن سنتين عشان 500,000، ادري كثير، ولكن يا جماعه الخير انا لحالي يفرق الموضوع، يعني انا اللي منتج، انا اللي صمم، انا 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 كل شيء. 600,000، شوف الحين 600 وممكن و18,000 وانا قاعد اسجل المقطع. واقول لكم يا جماعه الخير، اللي عنده هدف لا يوقف، اللي عنده شيء لا يوقف.
حقه. اللي يبغى رسالة دكتوراه يجيبها، اللي يبغى يصير يوتيوبر يصير، اللي يبغى يكون اللي يكون يكون، ولكن قبل كل شيء اصنع قيمة لنفسك. لا تدخل المجال وانت ما معاك ادوات تحارب فيها. اليوتيوب وش ادواته؟ مونتاج، تصميم، تصوير، هذه ادواته. ودائما خاو الناس الطيبة اللي تدلك للخير. سبحان الله، الناس الشينة ترى تروح عنك كذا الحالة. اذا انت عندك طموح لا توقف. اذا انت ترى وربي عطاك في عقلك انك تدخل في مجال، فيعني ربي الهمك انك يوم من الايام راح تصير الافضل. اذا ربي الهمك يوم من الايام انك تصير يوتيوبر وجتك فكرة انك تصير يوتيوبر، طبقها مباشرة، لا تتردد. دام جاك الهام تراه هو الحقيقة. لا حد يكسرك، ولا حد يلعب عليك، ولا حد راح يعرف قدراتك نهائيا. انت ربي اعطاك قدرات لا نهائية. انت ربي اللي فضل الارض لك ونزلك على الارض، نزل ادم على الارض. انت ربي حط فيك امكانيات لا يعلمها غير ربي. اخوياك ما راح يقدرونك، ولا راح يعرفون امكانياتك، ولا راح يعرفون اهدافك، ما راح يؤمنون فيك نهائيا. اهلك راح يمشون لك، ابوك امك راح يوقفون لك ويصفقون لك، ولكن ما يدرون وش هي امكانيات. اللي قاعد يكلمكم الان ما هو شخص قاعد يقولكم انه هو نجح، لا 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 لا، كلنا في نفس الطريق، ولكن اخاف ان في ناس تعطلوا في طريقهم ولا هم راضين يكملون. ما هي الرساله هذه او الفيديو هذه او القصه، ما هي رساله نجاح نهائيا. توني في مرحله الصفر، باقي ما تحركت وباقي ما وصلت. اذا انت تراني الان او تسمعني وقاعد تشوفني ومعاك كامل الصحه والعافيه، لا تستسلم ولا توقف. حرفيا حبيت اقول لكم القصه هذه، والله العظيم اني على ما اقوله شهيد، ان كل حرف قلته فيه انه حقيقي وواقع. لكم التوفيق يا جماعه الخير، اشوفكم مع الله، سلام عليكم.